من هذا الموضوع نيويورك تايمز مقالات وموضوعات تتحدث كلها عن حل الدولتين وما يقدمه دونالد ترامب الآن إلى اليهود أو الإسرائيليين وإلى الفلسطينيين. توماس فريدمان وهو من الكتاب الكبار يعني كتب في نيويورك تايمز بيقول سيد ترامب هل ستنقذ اليهود؟ وحضراتكم هتلاحظوا أنه في معظم التحليلات اللي في الأيام دي اللي بتكتب في الصحافة الأمريكية تحديدا الحديث عن الدولة اليهودية مرة أخرى وليس فقط عن فكرة إسرائيل وفلسطين وعن الدولتين ولكن العودة لفكرة الاعتراف بدولة اليهود. فريدمان بدأ مقاله بيسأل الرئيس دونالد ترامب و بيستنكر ما أسماء الوقوف ضد الديمقراطية وبيقول أن ترامب وقف عاجزا أمام منافس أمريكا الشرس روسيا في قضية قرصنة الانتخابات الأمريكية وده اللي بيسمينه وقف أمام الديمقراطية وبيقول أنه النهاردة كمان بيقف ضد الديمقراطية في إقامة دولة فلسطينية وبيقول أنه حل الدولتين كان دائما على طاولة المفاوضات وأنه الجميع كانوا متفقين على أنه انفصال الفلسطينيين في الضفة الغربية إذا كانت إسرائيل بتريد أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية زي ما قلت حضرتكم هتلاقوا لفظ دولة يهودية بيتكرر كثير وديمقراطية هو بس الحقيقة توماس فريدمان ما قالناش هي هل إسرائيل دولة ديمقراطية يعني هو بيشايف أنه دونالد ترامب بيقف أمام الديمقراطية في هذه المسألة هو وإسرائيل نفسها وحكام إسرائيل هل مع الديمقراطية؟ فريدمان بيرى أيضا أن تشريع سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين لن يأتي بالأمن والسلام بل على العكس سيخلق مشاكل أمنية. الحديث الآن لو حضرتكم يعني تلاحظوا على معظم المقالات هيبقى بيتكلم على فكرة فجأة بقى الحرص على وجود دولة أخرى وهي حل الدولتين اللي بقالنا أكتر من 20 سنة نتحدث عن حل الدولتين والإدارة الأمريكية للديمقراطيين كانت تقنع الفلسطينيين بضرورة الالتزام بحل الدولتين ولكن في المقابل لا تضغط على إسرائيل كي يتم تنفيذ حل الدولتين بالفعل ونجد دولة فلسطينية الآن الحديث عن الديمقراطية وأنه ترامب ضد الديمقراطية لمجرد ذكره هذا الموضوع الأمور بتتطور كمان الحقيقة أكثر